المعرض اليوم كنستحضروا فيه العنايه الكبيره اللي كيوليها صاحب الجلاله بهذه الجهه السكان ديالها وكذا المناطق الواحات. هذا العام كنتوقعوا واحد الانتاج ديال 103 الف طن ديال التمور ان شاء الله، اللي هي ناقصه شويه على الانتاج ديال السنه الفارطه لان كانت فيها ظروف صعبه اللي عاشتها المنطقه وعرفت نقص حاد ديال الموارد المائيه. هذا العام الحمد لله لله الحمد بفضل التساقطات اللي عرفتها المنطقه والحموله ديال الوديان اللي عرفتها المنطقه، غادي كنستبشر الله خير بان الواحه ترجع لها الديناميه ديالها وغترجع واحد الحيويه في هذه المناطق، والوزاره غتعمل كل الجهد ديالها خلال البرامج ديالها اللي داخله في استراتيجيه الجيل الاخضر باش هذه المنطقه ترجع وتنتج شي انتاج يكون وطني ويكون مصنف عالميا بالجوده الكبيره. وشكرا. لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد.